كابتن عصام. أنا كابتن سيف برحب بيك وكل سادة المشاهدين، وبرحب بالمستشار مصطفى منصور، وهو يعلم تماما إن الحكام المصريين ولجنة الحكام بتحترم كل الناس. لا 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 ما لا مش البداية كده، أنا عايز البداية. علاقتك بالمستشار عاملة إزاي؟ هو يقول لك إن العلاقة فات المستشار دائما كان في بعض المباريات، وده شيء طبيعي كرئيس نادي الزمالك يدافع عن نادي الزمالك، ده حقه طبعا، وده شيء كل الناس تحترمه عليه. وياما كان بيكلمني على بعض الاخطاء، اقول له ده شيء بشري، لا يمكن حكم يتعمد الخطا. فعلا احنا ما عندناش حكم في مصر الان بيتعمد الخطا، وانا اعني ما اقوله تماما. وانا عاوز اقول لسياده المستشار، احنا لعبنا كام بطوله يا سياده المستشار حتى الان في عهد هذه اللجنه؟ لعبنا 5 بطولات بالظبط، يعني نادي الزمالك خد 4. تمام. بخده بمجهوده، بمجهوده مش بمجهود اي طب حد. رايك ايه؟ رايك ايه ان هو دلوقتي صرح ان هيقف في ظهر الحكام وفي ظهرك الموسم القادم؟ ده واجب اي مصري، لان احنا بندي المجهود غير عادل من اجل تطوير منظومه التحكيم. وسياده المستشار نفسه شهد بده، وانا معاك يا سيف، وهو كان معانا في اكثر من مداخله واكثر من تليفون، كان بيقف مع الحكم المصري، وجبنا مرتين حكم مصري والزمالك خسر في المرتين، وهو اشد بالتحكيم المصري. طبعا. انا بس عاوز اقول لسياده المستشار ان الحكام المصريين دول ناس محترمين جدا يا سياده المستشار، هو اشاد بيهم، بدليل انت 11 سنه يا سياده المستشار ما كسبتش الدوري، كسبته السنه دي. طب احنا لو احنا لنا مصلحه ضد نادي الزمالك، لو او عاوزين نعطل نادي الزمالك، الزمالك ما فيش مصريين وكسب الكاس بحكام مصريين. طب دي واحده، دي واحده بقى، دي واحده مستشار. حتى الحكم المصري اللي سياده المستشار يعني سلم عليه بشكل يعني صعب جدا، اللي هو محمد الحنفي. نيجي نشوف محمد الحنفي يا سياده المستشار حكم كام مباراه للزمالك في الدوري؟ 6 مباريات. على المستوى الشخصي بقى، على المستوى الشخصي انتوا حبايب وبتعملوا الحاجات دي كده على الشاشه ولا ايه؟ لا يا احنا زي ما بقول لك، زي ما بقول لك يا سيف، سياده المستشار احنا بنحترمه، هو يعرف علاقتي. طب دي